السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الندوة من قلب معرض أبو ظبي للكتاب التي يشارك فيها كتاب القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. اسمي بلال الأرفلي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وعضو اللجنة العلمية لمركز أبو ظبي للغة العربية. يشارك في هذه الندوة الكتاب الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة، وهم جلال برجس من الأردن عن روايته دفاتر الوراق، وهي الرواية الفائزة لهذا العام. أهلا أستاذ جلال، نرحب بك. أيضا معي الحبيب السالمي من تونس عن روايته الاشتياق إلى الجارة، أهلا وسهلا أستاذ حبيب. عبد المجيد صباطة من المغرب عن روايته الملف 42، أهلا وسهلا أستاذ عبد المجيد. أيضا معي أميرة غنيم من تونس، أيضا حصة تونس مضاعفة هذا العام، عن روايتها نازلة دار الأكابر. ودنيا ميخائيل من العراق عن روايتها وشم الطائر. وأخيرا وليس آخرا طبعا، عبد اللطيف ولد عبد الله من الجزائر عن روايته عين حمورابي. أهلا وسهلا بكم كتابي الأعزاء، ومبارك وصولكم للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. أهلا وسهلا. أولا بداية سأسأل سؤالا مشتركا، ثم سأسأل أسئلة متخصصة لكم، وأنا قد استمتعت حقيقة هذا العام بقراءة جميع الروايات، وبعدها سأسأل سؤالا مشتركا آخرا، وإذا سمح لنا الوقت سأعود إلى الأسئلة المتخصصة لكم. يعني أستطيع حقيقة أن أمضي أكثر من ساعتين لكل واحدة من هذه الروايات، وأرجو أن يعني تكون هناك فرص في المستقبل القريب لذلك. سؤالي الأول المشترك لكم هو: كل إنسان حكاية، بل مجموعة حكايات. بعض الكتاب يقول إنه يكتب الواقع، يعني يكتب ما يحدث له في الحياة. بعضهم يقول إنه طبعا أو إنها يسمع صوتا يحفزه على الكتابة، يعني تبدأ الرواية بصوت بحوار ما. بعض الآخر يقول إنه يتخيل مشهدا، يعني تبدأ القصة من المشهدية. وبعضهم يلجأ إلى التاريخ، إلى استلهام التاريخ، روايات التاريخية مثلا. من أين تأتي حكاياتكم؟ وهذه الحكاية تحديدا التي كتبتموها والتي وصلت للقائمة القصيرة. نبدأ كما تظهرون على الشاشة عندي. أستاذ جلال. أسعد الله مساءكم، شكرا على تنظيم هذه الفعالية المهمة التي بالتأكيد ستذهب باتجاهات إيجابية كثيرة. يعني مسألة ولادة الفكرة أو اقتناص الفكرة برأيي الشخصي ليس لها قالب ثابت، وحتى لو يعني ولدت هذه الفكرة نتيجة حادثة معينة، نتيجة موقف معين، لكن بالتأكيد هذا الموقف المعين أستاذ جلال لا نسمعك، you're muted. نعم تسمعوني هيك؟ نعم أسمعك. طيب يعني أعيد، مسألة اقتناص الفكرة الروائية أو مسألة ولادة الفكرة الروائية
ولو أنها مرتبطة بحدث معين في واقعنا، حدث مفاجئ، حدث قادر، إلا أني يعني برأيي أن هذا الحدث مرتبط بكثير من التراكمات التي مرت عبر حياتنا وما تأملنا. هذه التراكمات مع مرور الزمن، مع مرور تراكم هذه الخبرة الروائية، خبرة المشاهدات، خبرة التأمل، تصبح بحاجة إلى شرارة، دعنا نقول تشعل هذه الفكرة. فيما يخص دفاتر الوراق وما قامت عليه من مجموعة من الثيمات رابطها الأساسي الإنساني، بالطبع هذا الهاجس يعني كان يتحرك في المخيلة وفي ذهنيتي، وبالتالي هو نتيجة كل المشاهدات التي مرت عبر حياتي في بلادي الأردن ومن ثم في الوطن العربي، لكن موقف واحد ربما هو من فجر كل هذه التراكمات، ألا وهو كانت لحظة، يعني لحظة فاصلة كنت أتجول فيها في وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان، وفي البال كل التغيرات والتبدلات التي طرأت على العالم وانعكست على عمان وانعكست على العالم العربي، وكنت أنظر إلى البيوت التي تتألف منها هذه العاصمة، بيوت عتيقة وبيوت حديثة، وأتأمل يعني كم هناك من شكل لهذه البيوت. هذا المنزل الذي نعيش فيه هو بيت، هل الوطن بيت؟ هل القلب بيت؟ هل العقل بيت؟ هل الروح بيت؟ طيب هذه البيوت الآن تحيطها مجموعة من العناصر التي للأسف الشديد تهددها، عناصر ثقافية واجتماعية وسياسية، فما هو مستقبل هذا البيت بكل مستوياته؟ هل الرواية يمكنها استشراف المستقبل؟ وبالتالي إن قلنا نعم أن الرواية قادرة على استشراف المستقبل، أي عناصر يمكن أن ننظر إليها حتى يمكننا الذهاب إلى هذا المستقبل؟ وبالطبع إطلاق الأسئلة على رأس هذا المستقبل، لأن الرواية لا تقدم حلولاً ولا تقدم إجابات، إنما تقدم أسئلة. هذه الأسئلة، من خلال هذه الأسئلة نحن نعول على الأجوبة التي يمكن أن يطلقها المتلقي، هذا الذي في هذه المرحلة التي نمر فيها عربياً أؤمن أنه بات على مستوى يعني عال من الوعي واتسعت شريحة القراء. فبالتالي أنا أختم مداخلتي أو إجابتي على هذا السؤال أن الفكرة الروائية لا تأتي مصادفة، هي نتيجة الخبرة الحياتية التي تتألف من كثير من العناصر، أهمها القراءة والتأمل والتفكر بما يحدث حولنا وفي تاريخنا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا. حلو، شكرا أستاذ جلال. ننتقل إلى أستاذ حبيب السالمي، تفضل. من أين أتت حكاياتك وهذه الحكاية تحديدا؟ أنميوت، أنت على الوضع الصامت. لا نسمع. عليك أن تكبس زر to unmute. لا نسمع أستاذ حبيب، سأنتقل إلى أستاذة أميرة ونعود إليك. أظن عليك أن تكبس زر الأنميوت أستاذة أميرة في هذا شكرا أستاذ حبيب. نعم نسمع. سعادتي بوجودي، أن أهنأ طبعا صديقي العزيز جلال على فوزه بالجائزة، ثم أيضا كل الأصدقاء الآخرين، نسميهم أصدقاء رغم أنني لم ألتقي بهم أبدا، يعني أميرة وعبد المجيد وعبد اللطيف، هم أصدقاء الكتابة، يعني تجمعنا قرابة الأدب كلنا. صحيح.
من أين أتت هذه الرواية؟ أتت من الحياة، من تلافي في الحياة بكل بساطة. نحن نعيش حياتنا وطريقة عيشنا، طريقة سكننا في هذا العالم هي التي توحي لنا بأشياء قد لا تخطر على البال. يعني يكفي أن نتأمل العالم حولنا لكي نجد ألف موضوع للرواية. ورواية اشتياق إلى الجارة كانت يعني من حياتي، من إيقاع حياتي اليومي. أنا عشت في الخليج منذ فترة، ألتقي بكثير من العرب سواء كانوا تونسيين أو يعني لبنانيين أو سوريين أو مغاربة بشكل عام. ثم ألاحظ، أنا أعتقد أن دور الكاتب هو أن يصغي إلى ما يحدث حوله دائما في انصات لحركة الواقع حولي. أحب دائما أن أشبه الكاتب بأنه هو مثل الحيوان الذي لديه كثير من الأنتنات، يعني من لا أدري من الأشياء اللاقطة، هو يلتقط مثل هذه الأشياء بسرعة عجيبة وبالتالي يحولها إلى عمل فيما بعد. طبعا تختمر في فترة معينة، ثم هذا الاختمار طبعا وفق ثقافته، وفق مفهومه للحياة، وفق قراءاته، وفق يعني حساسيته وهيبته أيضا. أنا هذه كلمة أعتقد النقد الحداثوي قد همتها لكن ما زلت إلى حد الآن، وهي في الحقيقة يعني هي استعداد نفسي، من الصعب تعريفها، استعداد نفسي، ويعني تلتقي فيه الثقافة، تلتقي فيه التجربة، تلتقي فيه الخبرة، وتخرج هذا الشيء الذي نسميه الموهبة. يعني هي طريقة ما للواقع، هي رؤية ما للواقع، مقاربة ما للواقع. إذن الرواية يعني خرجت مني، من حياتي، يعني من يومي. لكن فيما بعد يأتي الخيال، فيما بعد يعني يأتي الخيال، وهوني يعني توت ان شونتيه، يعني فيما يعني هناك مشغل كبير ينفتح. هذه الفكرة التي نبتت في أذهاننا فجأة، كيف نحولها إلى عمل فني؟ كيف تتجسد في عمل فني من خلال شخصيات، يعني أفكار؟ وعموماً أنا على فكرة، بما أنك تتيح لي هذه الفرصة، أود أن أقول منذ البداية أن الرواية بالنسبة لي كما فهمها ليست حكاية. الحكاية هي مستوى الأول، الرواية هي ما يقع خلف الحكاية. يعني الحكاية هي كما للوصول إلى أشياء وانطباعات وآراء وأفكار قد لا نصل إليها إن لم نمر بهذه الحكاية. حلو، شكرا استاذ حبيب. استاذ أميرة، يعني استاذ جلال بدأ بالتأمل، استاذ حبيب بدأ يصغي إلى الحكايات التي حوله، كيف تأتينا بحكاياتك وهذه الحكاية نازلة دار الأكابر؟ تفضلي. أحييك استاذ جلال، وأحيي كل من يتابع هذا اللقاء، وأتوجه بتهنئة صادقة للصديق جلال على فوزه المستحق بالجائزة، وأهنئ كذلك سلاح حبيب وعبد اللطيف وعبد المجيد ودنيا على هذا التتويج أيضا، لأن الوصول إلى القائمة القصيرة هو تتويج بذاته. أسعد ما حصل لنا في هذه الجائزة هو اللقاء بهؤلاء المبدعين والتواصل معهم، صداقات جديدة ناشئة كما كان يقول سلاح حبيب. لم نكن نعرف بعضنا البعض قبل لقاءات لبروفا، وقبل بعض الحوارات الفيسبوكية التي حدثت بعد خروج نتائج القائمات الطويلة والقصيرة. فلقاء إنساني بديع هذا يحدث، وأنا أشكر مؤسسة الجائزة عليه، وأشكر القائمين على الجائزة عليه. وأيضاً قبل أن أنسى، أود أن أخص بالشكر منسقة الجائزة، وأرجو أن تكون في الاستماع، فلور مونتانارو، أتوجه إليها بشكر خاص، لا فقط على عملها الاحترافي البديع الذي تقوم به، ولكن أيضاً على روحها ونفسها الجميلة جداً. جواباً عن سؤالك أستاذ بلال، أنا لن أعقد الأمر كثيراً، من أين تأتينا النصوص؟ لا أعرف، لأن الكتابة فيها جانب غير واعي، وأعتقد أن هذا الأمر يشاطرني فيه كل من يكتب. نحن لا نعرف على وجه التحديد من أين تأتينا النصوص، لأن تصوراتنا، فكرنا قائم على آلية ذهنية قوية جداً، هي آلية المزج التصوري. أشياء عديدة تأتي من أصول كثيرة جداً، أحياناً نكون غير واعين بها، تمتزج في أذهاننا وتخرج أشياء جديدة لم تكن موجودة لولا هذا المزج.
سياقات كثيرة يعيشها الكاتب تولد فيه فكرة ليس يعرف بالضبط ما هو قادحها العميق، ولكنه يفطن إلى قادحها السطحي، وكل واحد منا له قصة متعلقة بالرواية. أستاذ جلال قبل قليل رواه كيف تولدت في ذهنه واختمرت قصة دفاتر الوراق. أنا أيضا كانت لي قصة طريفة مع نزيلة بار الأكابر. في الحقيقة فكرة الرواية شيء انبثقت من لقاء بيني وبين بيت شعري سميته ارتطاما، قلت أنا ارتطمت ببيت شعري في ديوان المصلح التونسي الطاهر الحداد، بيت شعر كان خارجا عن النسق العام الذي يكتب فيه الطاهر الحداد شعره، لأن الطاهر الحداد كان شاعرا، كيف أقول، لم يكن شاعرا قويا، ليس هو أبو القاسم الشابي، ولكن كان له نظم يتعلق بمسائل اجتماعية وطنية. في ذلك، في خضم ذلك، عنده مقطوعة شعرية تتحدث عن الوجد وعن الصبابة وعن الشوق. حين قرأتها ظهرت في ذهني صورة للا زبيدة التونسية التي عاشقها طاهر الحداد، وبدأت الكتابة من هذه الفكرة، ولكن النص فيما بعد فاض عن هذه الفكرة الصغيرة جدا، فقصة العشق لم تكن إلا تعلة وذريعة للسرد. فيما عدا ذلك انطلق السرد فيما في شعاب مختلفة جدا، لا نعرف على وجه التحديد من أين تأتينا، هي خبرات الحياة، هي قراءات كثيرة جدا قرأناها على امتداد ما قرأناه، وبقي بعضها في الذهن والبعض الآخر نسيناه، ولكنه ظل يحفر عميقا جدا. هي أيضا لقاءاتنا ومشاهداتنا تخرج في لبوس جديد وتولد نصوصا فريدة. جميل، شكرا شكرا أستاذة أميرة. فإذا من التأمل إلى الإصغاء إلى الارتطام. الآن أستاذة دنيا تفضلي. أظننا فقدناك. سأنتقل إلى الأستاذ عبد اللطيف ونعود إلى الأستاذة دنيا. تفضل أستاذ عبد اللطيف. مساء الخير. مساء النور. أولا فكرة الرواية مساء الخير. فكرة الرواية هي تنبع من اللاوعي، من الحياة اليومية كما قال الأصدقاء. صراحة بالنسبة لي لا أذكر أي حدث معين ألهمني كتابة الرواية، لأن القراءات المتكررة وتجارب الحياة المتراكمة كلها تتداخل وكلها تصنع نوع من الرغبة ونوع من الرغبة في كتابة عمل إما روائي وإما شعري. ولا في حالتي أنا كانت كتابة الرواية هي الحل الأنسب. أما الأمور الأخرى الجانبية التي أتت في الرواية كفكرة الحدود، كفكرة التاريخ المشوه، كفكرة العنف المقدس، أو ركزت كثير على الرمز، على الرموز، على رأس المال الرمزي، رأس المال الرمزي للشعوب. رأس المال الرمزي مهم جدا، ويفوق في قيمته رأس المال طبيعي، لأن رأس المال الرمزي يمكن توجيهه، يمكن التحكم فيه، يمكن استخدامه لأغراض خطيرة جدا. لذلك البحث عن حقيقة العالم العربي تستدعي الرجوع إلى الوراء. هناك طبقات أركيولوجية لمعرفة الفكر الحاضر العربي، علينا أن نشرحه، علينا أن نقسمه إلى طبقات أركيولوجية. هذه الطبقات الأركيولوجية سنعرف من خلالها كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. إذن هنا ترى أن كتابة الرواية بالنسبة لي هو يأتي من عدة ثراءات متراكمة، بالإضافة إلى تجربتي في الحياة وتدخل أيضا الصدفة. الصدفة تلعب دور كبير، لأنني في يوم ما دخلت إلى المكتبة وبدأت أتصفح رفوف الكتب، فوجدت كتاب لأبو العيد دودو، وهو مترجم جزائري كبير، كان يتقن 5 لغات بما فيها اللاتينية والألمانية، ترجمة للألماني
مستشرق ألماني اسمه هايرش وولماستان. هذا هايرش وولماستان أتى إلى الجزائر في التقى مع الأمير عبد القادر، وكان رحالة وحج مكة وكان يقيم في شمال إفريقيا. إذا كتاباته عن شمال إفريقيا ألهمتني في 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 شق ألهمتني كتابة بعض التفاصيل في شق من الرواية. إذا لترى أن كل هذه الصدف، كل هذه التجارب، كل هذه القراءات تشكل منظومة، تلك المنظومة هي الرواية بالنسبة لي. شكرا شكرا أستاذ عبد اللطيف. أستاذة دنيا أنميوت. نعم تفضل. مرحبا بكم. طبعا بس. أنا استمعت إلى، مع الأسف كان يتقطع الصوت عندي، لكن من ما استطعت أن أسمعه بالنسبة خمنت سؤالك يا أستاذ من الأجوبة، لأن قطع الصوت بشكل مستمر لا أعرف السبب. المهم خمنت أن السؤال يتعلق بالشرارة الأولى لكتابة هذه الرواية، و أشترك مع مما سمعته من زملائي أن أشترك معهم بقضية أن الرواية ليست من فكرة معينة، ولكن بنفس الوقت يختلف الموضوع بالنسبة لي. بالنسبة لي كان هناك سبب مباشر وصادم دفعني إلى أنميوت. نعم تسمعونني الآن؟ نعم نعم. لا أعرف ماذا يحدث هنا، الأشياء لا هي تخرج من، أنا لست في بيتي آسفة، والأشياء هنا فوضوية. المهم أردت أن أقول كان هناك سبب مباشر وصادم بالنسبة لي الذي دعاني إلى كتابة هذه الرواية تحديدا، وأنا لست بالأصل روائية، برغم أنه بالحقيقة في الطفولة بدأت وكتبت قصصاً وروايات، لكن رميتها كلها في سلة المهملات وبقيت شعري فقط. لكن هذه المرة ما حدث في عام 2014 كارثة إنسانية وكبيرة جعلت، أثرت على حيوات معينة، جعلتها تتوقف في منتصف انشغالاتها بالحياة، وبالذات الطائفة في بلدي هي طائفة الإزيديين. يعني ما وقع عليهم كان لا يمكن تخيله في هذا الزمن. وأنا وتتعلق بكرامة المرأة تحديدا، فأنا أيضا توقفت في منتصف انشغالي بالحياة، وأنا بعيدة يعني في أمريكا أعيش، ومع هذا قطعت كل تلك الأميال. لم أستطع أن يعني أكمل الأيام كما هي، كنت مشغولة بهذه المسألة ليلة نهارا. والمهم أن عندما استمعت إلى مباشرة من نساء وقع عليهن ما وقع من إرهاب وظلم واغتصاب وغيره، أنا تأثرت جدا، لكن طبعا لم أنميوت. هناك جني في هذا الكمبيوتر يسكتني. لكن الأدب هو هكذا، أنا يبدو أن هذا رمز، لأن هناك من يريد أن يسكت هذه الأصوات المهمشة، لكن الأدب هو إعلاء أصوات، هو إعلاء أصوات المهمشين. تتضاعف قيمة الأدب، العمل الفني، عندما تكون الشخصيات مهمشة إلى هذا الحد. فأحببت أن أسمع هذا الصوت إلى العالم، ولكن استخدمت خبرتي في الشعر وفي يعني القراءات، وكل تعرفون يعني صحيح لا أكتب رواية، لكن استخدمت خبرتي الشعرية في إضافة ما يجعلها يعني واقعة فنية يعني، وليست يعني حولت الواقعة المأساوية إلى واقعة فنية باستخدام الرموز والمجازات ويعني الخيال إلى هذه القصة المستندة إلى الواقع بالأصل.
شكرا شكرا أستاذ دونس. سنعود إلى بعض هذه الموضوعات، خاصة فكرة التراكم الأدبي التي طرحها أستاذ عبد اللطيف، وفكرة التهميش ودور الأدب وإلى آخره. سأعود إلى هذه الموضوعات، لكن أريد أن أستمع الآن إلى أستاذ عبد المجيد صباطة. من أين تأتي حكاياتك؟ أستاذ عبد المجيد تسمعنا؟ عذرا للمشاهدين، في مشكلة في الاتصالات اليوم وكلنا نعاني من هذا، وأعاني أنا أيضا من الصوت على فكرة، لا أسمع كل ما تقولون، لكن نحاول سننتصر. طيب سأنتقل إلى المحور الثاني، ولكن سنعود إلى الأستاذ عبد المجيد كي لا نخسر الوقت. أريد أن أعود إلى الأستاذ حبيب لو سمحت. سأحاول أيضا في هذه الحوارات المتخصصة أن أعرف بالرواية كي يعني يعرف المشاهدون عن ماذا نتكلم. كمال عاشور أستاذ حبيب، كمال عاشور أستاذ جامعي تونسي في 60 من عمره، مهاجر منذ زمن، يقف في مواجهة حكاية ظنها عبيرة في البداية مع سيدة خمسينية تدعى زهرة، تسكن معه في المبنى ذاته وتعمل خادمة. يجد الأستاذ الجامعي نفسه متورطا في مشاعر عاطفية نحو الخادمة التي لا يجمعه بها شيء سوى أنها من بلده، ويصدق في هذه القصة قول امرؤ القيس: أجارتنا إن غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيبه. أستاذ حبيب، يعني تطرح الرواية عددا من الإشكاليات، يعني طبعا النص مليء بالصدق بالبداهة الإنسانية، مشاعر الغربة والغواية والاهتمام، وهذا ما شدني حقيقة في هذه الرواية التي قرأتها على فكرة في جلسة واحدة لم أستطع أن أتركها. تطرح الرواية عددا من الإشكاليات، منها الاختلاف بين الطبقات الاجتماعية ومشكلة الاندماج بين المهاجرين. الاشتياق إلى الجارة هو اشتياق للوطن وللعودة إلى الماضي. كيف بحثت في سيكولوجية الشخصيات لبنائها؟ يعني كيف تم بناء هذه الشخصيات؟ وما هو البحث الذي قمت به؟ أنميوت. أستاذ حبيب نفس الشيء، أكبس على الزر. نعم، شكرا. تسمعني الآن؟ أسمعك. واضح؟ نعم. أوكي. السؤال هو كيف أبني الشخصيات؟ يعني هذا يعني سؤال تقني، وعلى فكرة سؤال جميل جدا. يعني أنا أستطيع أن أقول أن روايتي هي رواية شخصيات حقيقة يعني. صحيح. وأنا أعتقد دائما كل له، تعرف الرواية هناك عدة نظريات، هناك عدة مقاربات، هناك عدة مفاهيم، لا توجد رواية، هناك روايات في الحقيقة. أنا أكتب ما يسمى برواية الداخل، لا أكتب رواية الخارج، لكن هذا لا يعني أن الخارج الذي أقصد به المجتمع هو غائب تماما، وإنما هو يحضر من خلال الداخل، من خلال الشخصيات. مثلا في نساء البساتين التي اعتبرها البعض تنبؤا بالثورة التونسية، كتبت قبل التونسية ونشرت قبل بضعة شهور من اندلاعها، يعني لما تحدث عن تونس في الحقيقة تحدثت عن عائلة صغيرة بسيطة تتدبر حياتها اليومي، ولكن من خلال هذه الإيقاع هذه الحياة استطعت أن أنفذ وأذهب إلى كل تونس. دائما يعني بالنسبة لي الرواية هي نوع من المغامرة إن صح التعبير، أحصر نفسي في مكان، المكان عادة يكون مكان واحد، الشخصيات لا تكون كثيرة، يعني أنا لا أتمدد، يعني لا أتقدم أفقيا وإنما تقدم عموديا، يعني يهمني أن أحفر كثيرا في الشخصية، ومن هنا أركز كثيرا على الجانب البسيكولوجي والنفسي. طبعا لا أصل إلى هذا من خلال قراءات، كانت لدي قراءات في علم النفس، كلنا قرأنا فرويد ويونغ مثل، ولكن مرة أخرى أعود إلى الإنصات إلى الواقع. هذه كلمة مهمة جدا بالنسبة لي، يعني أن تكون لنا 10 آذان. أتذكر مرة
الرسام يعني دولاكروا راح إلى المغرب. تسمعني؟ أسمعك أسمعك. نعم. راح في زيارة إلى المغرب في سنة 1832، اندهش بما كان يشاهده، فكان يقول: أحتاج إلى 10 أيدي كل يوم لكي أرسم مشاهده. أنا أعتقد أن الكاتب يحتاج إلى 10 آذان لكي يلتقط ما يطن حوله، ما يحوم حوله. فبالتالي أنا أركز يعني أراقب كثير المجتمع، ثم ألتقط هذه الأشياء البسيطة التي في الحقيقة بسيطة، لكن أراكمها شيئا فشيئا بروفوكي لكي يظهر المعنى الكبير. أذكر مرة أول مقال كتب عني في لبنان، أذكر عنوان المقال عن روايتي إصرار عبد الله، يقول صاحب المقال: من العالم الصغير إلى العالم الكبير. هذه هي طريقتي التي لن أتخلى عنها في الكتابة. تبدو الرواية بسيطة ظاهريا، تبدو مقتصدة، ولكن في الحقيقة هي تعج بما حسب تقديري طبعا، هذا رأيي، تعج بما بعدة دواخل، لأنه هذا اللي يهمني هو الجانب الداخلي. ومرة أخرى يعني يقول: كل هذا يأتي من خلال حسي، من خلال معاشرتي للناس، من خلال الذين أكتب عنهم لأني أعرفهم. أنا أعتقد أن العربي يعني يحصر نفسه في كثير من بالرغم من أن الثقافة مهمة جدا طبعا أنا أهتم بالثقافة مثل الجميع، بالرسم بالسينما، وعلى فكرة أنا أحب كثير الرسم والسينما وأتعلم كثيرا من هذه الفنون، وأعتقد أنها تفيد الأدب ذاته. أستاذ حبيب، عندما تنصت إلى هذه الشخصيات، يعني أنت تعيد فكرة الإنصات صح، لكن عندما تنصت هل يأخذك هذا الإنصات، هذا الاستماع إلى أماكن لا تريدها أنت في الرواية؟ يعني هل تمردت عليك إحدى الشخصيات مثلا وأنت تكتبها؟ أنت تطرح سؤال أيضا مهم، وهو سؤال تقني. يعني هي في الحقيقة الشخصية نحن نخلقها في البداية، شيء طبيعي، ولكن في فترة ما تصبح مستقلة، كلما تقدمنا في الرواية واضحة المعالم، لها سمات واضحة، لا تستطيع أن تقولها ما تشاء في فترة ما. يعني هي علاقة ذهاب وإياب بين الكاتب وبين الشخصية، يعني هي علاقة تمازج، هي علاقة احتكاك دائم، صراع، بل أستطيع أن نقول هو صراع دائم. فبالتالي يعني من هنا تبدو شخصياتي غنية، وهذه الملاحظة قيلت كثيرا في أغلب رواياتي تقريبا. مثلا أنا في عشاق بيا كل رواية هي 4 عجائز جالسون تحت زيتونة هرمة، زيتون شجرة زيتون هرمة، ويتحدثون عن الحياة، عن الموت، عن الحب، عن الآخرة، عن الجنة، عن، ولكن أنا دائما أحاول كما قلت أحصر نفسي في مكان ما، وأحاول من خلال هذه الأشياء الصغيرة أن أذهب إلى عالم أوسع وأعظم. طبعا هذا لا يعني أني أنجح دائما، لكن أعتقد عندما أنجح فهذا النجاح يكون أهم مما لو استعنت بكثير من الأدوات الخارجية، من البهرج، من البهارات، من طبعا هذه الرواية التي تستعمل أيضا هذه التقنيات والحيل، أحترمها وأقدرها وأحبها كقارئ، ولكن لا تتماشى مع مزاجي. أنا أكتب وأقرأ، أختم برواية الداخل هي التي تعني، لكن الداخل الذي يكشف عن الخارج باستمرار. حلو، شكرا شكرا أستاذ حبيب. أعود إليك أستاذ عبد المجيد، يعني انقطعت عنا ولم نسمع الإجابة عن من أين تأتي حكاياتك وهذه الحكاية تحديدا. هو بداية يعني أعتذر يعني عن الانقطاع في الصورة وفي الصوت، يعني تعلمون مفاجآت الانترنت يعني في كل الأحوال. يعني هو بصراحة شديدة، يعني كنت قد قلت يعني في السابق، رواية الملف 42 بدأت بسطرين، يعني سطران يعني قرأتهما في موقع انترنت يتحدثان عن كارثة الزيوت المسمومة التي عرفها المغرب. ولكن من في كل الأحوال كما قلت وكما أقول دائما، أنا لا أكتب رواية تاريخية، وربما عندما يعني بعض الأصدقاء يعني أرشدوني لبعض المراجع حتى يعني أستزيد أكثر حول هذا الموضوع، يعتقدوا بأنني سأكتب رواية تاريخية تقليدية نوعا ما، يعني تبدأ وتصدر أحداثها سنة 1959 وما إلى ذلك. ولكن المحرك الأساسي في هذه الرواية كان هو الكرامة، وكرامة الإنسان المغربي انطلاقا من الحاضر. يعني كيف سأربط الحاضر نحن الآن في 2019 و2020 و2021 مع ذلك الماضي وذلك وتلك الكارثة التي عايشها المغاربة يعني بعد الاستقلال.
ايضا يعني هناك اشاره يعني تحدث عنها الاستاذ الحبيب عندما قال الانصات الى الواقع. في بعض الاحيان انت يعني انت ككاتب لا تنصت فقط الى الواقع، في بعض الاحيان انت جزء من هذا الواقع، وان صح التعبير يعني انت تعيش هذا الواقع وتعاني من هذا الواقع. يعني عندما تكون انت ايضا شاب تعاني يعني تعاني من يعني في بعض الاحيان يعني مشاكل البطاله والقهر وهدر يعني مواهب الشباب وما الى ذلك، هذه الامور كلها يعني انت تعيشها بصفتك كاتبا. اضف الى ذلك لا تجد يعني حلا لمواجهه كل هذه المشاكل وكل هذه الصعاب سوى القراءه، وفي بعض الاحيان تتحول علاقتك بالقراءه الى علاقه يعني محمومه ان صح التعبير، عندما تكف عن التمييز بين النصوص وبين نفسك، عندما تكف عن التمييز بين الواقع وبين الخيال. ربما يعني في هذه النقطه ربما يعني اتشابه يعني مع الاستاذ جلال يعني في روايه دفات الوراق، وتلك يعني العلاقه يعني بين الوراق وبين الشخصيات الاعمال الروائيه. عندما يجتمع كل هذا كان الامر يعني هو ربما يعني كتب عنها احد الاصدقاء يعني قبل وصول الروايه الى البوكر وما الى ذلك، يعني قبل يعني فتره الكتابه المقالات النقديه والمراجعات عنها وما الى ذلك، عبر عنها احد الاصدقاء يعني بكلمه بسيطه: هذه الروايه هي صرخه، وصرخه حنق تجاه الواقع وتجاه الوضع المزري الذي يعيشه ربما كل معظم عدد كبير من الشباب. هذا الوضع الذي جسده رشيد بن ناصر احدى الشخصيات الرئيسيه في الروايه. عندما يجتمع كل هذا انتج لنا الملف 42. وربما يعني لهذا السبب هناك من حار في توصيف هذه الروايه: هل هي روايه اجتماعيه؟ هل هي روايه تاريخيه؟ هل هي روايه بوليسيه؟ هل هي شيء اخر؟ ربما هي كل هذا، هي فقط يعني روايه تعبر عن كل هذه الاشياء. سأعود إلى قضية الشكل، هذا كان سؤالي لك في الحقيقة، لا سأعود إليه لأن أريد أن أفصله قليلا، قضية الشكل الأدبي عندك. لكن الآن أريد أن أنتقل إلى أستاذة دنيا. تصف الرواية وشم الطائر هول كارثة إنسانية في القرن 21. لا أسمع، قطع الصوت. لا مشكلة، سأعيد. تصف الرواية كما ذكرتي أنت هول كارثة إنسانية في القرن 21 لنساء كتب عليهن السبي والامتهان لأنوثتهن وكرامة العيش وحق الوجود. يعني ذكرتي في جمد الإرسالة عندي، لا أعرف بس عندي ولا نسمعك أستاذة دنيا. لا أسمع شيء. تسمعينني؟ تسمعينني؟ سأعود إليك. سأنتقل إلى الأستاذة أميرة للحفاظ على الوقت. الرواية عن المصلح الكبير، رواية نازلة دار الأكابر طبعا، الرواية عن المصلح الكبير الطاهر الحداد بلسان حبيبته المتخيلة. في هذه الرواية تؤنثين التاريخ الذي كتبته السلطة والثقافة الذكوريتين. كتب عن الرواية، وهنا يعني أنقل ما كتب، أنها كشفت عذابات المقهورين معلية صوت من لا صوت لهم في مجتمع لا يحب أن ينصت إلا لنفسه. وهذا أمر تحدثت عنه الأستاذة دنيا في مقدمتها أيضا، قضية التهميش وكتابة المهمشين. هل تجدين نفسك في موقع البوح عما لا تستطيع الكثيرات التعبير عنه؟ هل الكتابة بالنسبة لك صوت من لا صوت له؟ وهل ترين أن هذا الأمر هو هدف من أهداف الكتابة الروائية، أن تعطي هؤلاء المهمشين صوتا؟ تفضل أستاذة أميرة. شكرا. اولا الروايه ليست تأنيثا للتاريخ، انا لا اوافق على هذه القراءه طبعا بطبيعه الحال. أنا احب ان اتحول الى
نعم، لا أحب أن أتحول إلى ناقدة للعمل الأدبي، أترك الفسحة للنقاد حتى يتحدثوا عن نزيلة دار لكابر، ولكن من الصعب أيضا أن أشتر نفسي إلى كاتبة وقارئة، وأنا أحدثك الآن بالوجهين، بوجه الكاتبة وبوجه القارئة كذلك، القارئة لنصها وتحدثك عنه من وجهة نظر القراءة. النص ليس عن المصلح الطاهر الحداد أيضا، هذا ما شاع، ربما شيوعه ناجم عن شهرة المقدمة التي كتبها الأستاذ شكري المبخوت، وكانت موجودة على الغلاف الرابع، جزء منها موجود على الغلاف الرابع للكتاب، وتعرف أن الغلاف الرابع مهمته تسويقية أساس، وتعرف أن الطاهر الحداد هو شخصية معروفة في العالم العربي ومعروفة في تونس، فحضوره في الرواية يكسبها، أنا سميتها نجومية، نجومية الطاهر الحداد التاريخية، ربما هي التي غطت على بقية الشخصيات، فظن أن الرواية تتحدث عن قصة المصلح الطاهر الحداد وهي ليست كذلك. كان الرهان في الرواية هو أن تحضر الشخصية التاريخية المرجعية للطاهر الحداد في لبوس المتخيل، وأن تتعايش مع شخصيات متخيلة، أحاول أن أوهم القارئ بواقعيتها، فيتحرك على أرض زليقة رجراجة ليس يعرف فيها قصة الخيالي من قصة التاريخي، وهذا هو تقريبا الرهان الذي قامت عليه الرواية، أن تمزج هذا المرجعية التاريخي بالمتخيل الروائي. أعود إلى مسألة الشخصيات، أنت طرحت السؤال على سيل حبيب، قلت من أين تستقي شخصياتك؟ جواباً عن هذا، أنا الشخصيات أعتبرها لبنة، كل شخصية هي لبنة في الهندسة السردية، فالرواية عندي هندسة، وكل شخصية لا تقدم في هذه الهندسة عموداً أو جداراً أو باباً أو نافذة، لا مكان لها عندي في النص. كل الشخصيات، كل شخصية من جهتها، من زاويتها تتقدم عندي بالهندسة السردية، بالبناء السردي، بالعالم المتخيل. وبطبيعة الحال الشخصيات في نازلة دار الأكابر شخصيات كانت فيها فرادة معينة، هي التالية، هو أن قسماً كبيراً منها كان راوياً، فالرواية قامت على تعدد الأصوات الروائية، 11 فصلاً، كل فصل يطلع فيه راوي بالقصة، وهذا الراوي هو بدوره شخصية من الشخصيات، لأنه كان شاهداً بطريقة أو بأخرى على حادثة النازلة التي ترويها الرواية. النوع الثاني من الشخصيات هي الشخصيات المروي لها، فكل راوي يروي القصة إلى مروي له، وهذا المروي له هو بدوره جزء من الحكاية وجزء من النازلة، فكان ثمة هذا التفاعل بين الراوي والمروي له، وبعض الشخصيات ظهرت في النص من خلال كونها مرويا لها ولم يسند إليها صوت إطلاقا، ولكن عرفها القارئ وعرف أنها جزء في بناء العالم الروائي من جهة كونها يخاطبها الراوي في بعض الفصول. طبعا عودة على سؤالك بشأن الصوت المهمشين، فعلا كانت من رهاناتي، من القضايا التي اشتغلت عليها، هو أن أعلي صوت المهمشين من خلال شخصيتين رئيسيتين في النص، هما شخصيتا الخادمتين لالا خدوج السمراء التي عانت من العبودية وكانت خادمة في دار الأكابر، وشخصية أخرى مركزية عاشت جميع الأحداث لأنها عمرت طويلا، والرواية تمتد على حوالي قرن كامل من الزمان التونسي من قبل فترة الشاخينات إلى حدود الفترة اللاحقة للثورة التونسية، شخصية الويزة التي انطلق بها القصر والتي شهدت جميع مراحل تطور الحكاية، شخصيتان من الطبقة المنسحقة، من الطبقة التي عانت التهميش، تعاني من العنصرية، تعاني من الاستغلال، ولكن في نفس الوقت أظهرت الحكاية أن هذه العنصرية وهذه الطبقية لا تمنع حدوث نوع من التواصل الإنساني البديع بينها وبين الشخصيات التي تبدو مسيطرة وتبدو مهيمنة وتبدو حاملة للرأس المال الرمزي للمفهوم الأكابر، لأن الويزا كانت الصديقة الحميمة لزبيدة حبيبة الطاهر الحداد، ولالا خدوج هذه الخادمة السمراء كانت موضع أسرار محسن النيفر زوج زبيدة، فكان ثمة تواصل إنساني بديع يبين أن الطبقية في بشاعتها
وفي هذا الألم الذي نشعر به ونحن نقرأ الفصول الخاصة بالخادمتين لا تخفي في نهاية المطاف هذا التواصل الإنساني الحميم والجميل. شكرا أستاذة أميرة. فقدنا أستاذة دنيا مرة أخرى. سأنتقل يا أستاذ جلال. الرواية الفائزة دفاتر الوراق تروي الرواية قصة إبراهيم بائع الكتب والقارئ النهم الذي يفقد كشكه ويجد نفسه أسير حياة التشرد، وبعد إصابته بالفصام، هذا الصوت الذي يعني يتكلم من بطنه كل الوقت في الرواية، يستدعي إبراهيم أبطال الروايات التي كان يحبها، أو على الأقل ليس هو، يعني الصوت يستدعي هذه الروايات ليتخفى وراء أقنعتهم، وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل لأهداف معينة لإطعام هؤلاء الجائعين ومشردين وإلى آخره، ويحاول الانتحار قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغير مصيره على الجسر، ويعني تستمر القصة. لفتني أستاذ جلال مشهد إحراق الكتب الذي يعني، وأنا متخصص في الأدب القديم، أحالني إلى إحراق التوحيد لكتبه، أبو حيان التوحيدي لكتبه، وظاهرة إحراق الكتب صح التي غالبا ما تكون عن أزمة، يعني أبو حيان التوحيدي عندما حرق كتبه كان يعاني من أزمة ما وكتب رسالة في ذلك. يعني لم أستطع إلا أن أفكر بهذا المشهد. لا شك أن بطل الرواية يعاني من أزمات نفسية شخصية وجماعية، وأنت تحدثت في غير مكان عن أزمة المثقف، أنه يمثل المثقف العربي، المثقف الأردني والعربي والإنساني والإنساني عامة. كيف تعكس هذه الشخصية حالة المثقف العربي؟ يعني أريد منك أن نغوص أكثر في هذا الموضوع. أنميوت بس أستاذ جلال، الصوت لا نسمع. يعني أنت القارئ العربي الأول الذي يلتقط ما رميت إليه من إحراق الكتب وخاصة من كتاب التوحيد. شكرا. لأني في هذه، وأتمنى أن يلتقطها الآخرون، لأني في هذه الحادثة، حادثة إحراق الكتب وتحديداً يعني كتاب التوحيدي، أحلت إلى العبارة الشهيرة التي قالها التوحيدي: إن أشد ألوان الغربة إيلاماً هي الغربة في الوطن. صح. الغريب من هو في غربته غريب، يقول في رسالة الغريب من هو في غربته غريب. جميل. فضل. وبالتالي يعني من انطلاقا من هذه النقطة، أنا أردت أن أحيل القارئ إلى لحظة التمرد الأولى عند إبراهيم الوراق، التمرد على المحمول المعرفي، التمرد على كل ما آمن به إبراهيم، كل هذه البنى التي لم تنقذه أمام كل الخسارات التي تحدث في المجتمع. وبالتالي أيضا يعني تحيل إلى حادثة إزالة كشك الوراق، هذه الحادثة التي حصلت بعد أن نشرت الرواية، بأن أزيل الكشك الموجود في وسط العاصمة الأردنية عمان، وهو كشك أبو علي، يسمى بين إليلين كشك أبو علي، وهو كشك ثقافي شهير زاره يعني كبار المثقفين العالميين والعرب، وما زال موجودا. كان هناك محاولة يعني شرسة لإزالة هذا الكشك، هذه دلالة على أنني أنظر إلى القارئ ولكنني أذهب بالقارئ إلى الأعماق، لا أريد أن أبقى على القشور، ولا أريد أن أقدم للقارئ رواية يقرأها وهو مستلق على السرير، إنما أريد له أن يطلع ويشتبك مع رواية لا تطرد الأرق من عينه فينام، إنما هي الأرق بعينه، كما قال الراحل الكبير مؤنس الرزاز. الحالة الثقافية على الصعيد الأردني وعلى الصعيد العربي للأسف الشديد في خانة الخطورة، أو دعنا نقول هي خارج سلم الأولويات في كثير من البلدان العربية. ومن هنا جاءت شخصية إبراهيم الوراق كمثقف وكإنسان لديه كثير من المحمولات المعرفية، ومن هنا اخترت أن يكون وراقا
مهنة الوراقة لا تتواجد الآن، يعني هي غير فعالة. الذي نشهده الآن في هذه المرحلة هم بائعي للكتب، متاجر تبيع الكتب، لكن الوراق مهنة عتيقة أردت أن تكون في الرواية حتى تواجه كل التهديدات التي تشهدها الإنسانية بما يسمى مستقبل الرقمنة، ديجيتاليزم. هذا الذي يهدد الإنسان ويحذف منه إنسانيته. للأسف الشديد نجد كثير من المنابر يعني العالمية والعربية تروج لهذه المسألة دون أن ننتبه إلى أن هذه المسألة فيها سهام مسمومة لإنسانيتنا. أعود إلى سؤالك، رغم أني ما زلت يعني في الإجابة التي تتعلق بهذا السؤال. الحالة الثقافية خطيرة، والمثقف العربي ما زال يصنف على أنه كائن عصابي مجنون يكتب اتباعا لمناطق هي لا تخص العامة، وبالتالي هو خارج سلم الأولويات، سلم أولويات المؤسسة الرسمية العربية وسلم أولويات المؤسسة الأهلية، وحتى يعني سلم أولويات يعني كثير من القراء الذين ينتمون إلى نوع معين من الكتابة. وهذا طبعا أنا لا أنكره ولا أرفضه، إنما ليست هي الكتابة القادرة على الارتقاء بالوعي الإنساني. لا أحبذ أن يبقى الكاتب ينظر إلى القارئ من الأبراج العاجية أو من برجه العاجي، إنما إن هبط الكاتب من برجه العاجي عليه أيضا أن يسعى إلى الارتقاء بسوية المتلقي. بهذا التصرف أو هذا السلوك الثقافي نحن نصنع مستقبلا أعتقد أنه سيكون يعني مزدهرا. شكرا. طب أستاذ جلال، شكرا طبعا لهذه الإجابة الجميلة. في الرواية استحضرت روايات أخرى، شخصيات من روايات مختلفة عالمية وعربية، لماذا لم تستحضر شخصيات تراثية؟ أنا يا سيدي إذا تأملت الرواية أو المرحلة الزمنية التي تقع فيها الرواية ربما ستقودك إلى الإجابة، رغم أني استحضرت روايات تسبق تلك المرحلة الزمنية. في استحضاري لهذه الروايات مثل شخصية سعيد مهران في اللص والكلاب لجدنا في الرواية نجيب محفوظ، وإلى شخصية رواية موسم الهجرة إلى الشمال، حتى جواد، يعني حتى رواية باسترناك، وحتى كوازيمودو في أحضر نوتردام. ما أردت أن أقوله من خلال استحضار هذه الشخصيات التي أزمتها تتشابه مع أزمة إبراهيم الوراق. إبراهيم الوراق لم يتقمص هذه الشخصيات جزافا حتى قبل وقائع السرقة، إنما هي كانت متمركزة في مخيلته وفي عقله الباطن منذ البداية، منذ بدايات الشباب أو منذ بدايات الطفولة كان يتقمص هذه الشخصيات لأشهر طويلة ويعيش على غرارها. صحيح أن هذه الحالة فانتازية ربما لا تحدث على أرض الواقع، ولكن أنا هنا أؤشر إلى خطورة الحالة النفسية التي يمكن أن يذهب إليها الإنسان العربي نتيجة ما يحيط به وما يدور به. وبالتالي أردت أن أقول أن الزمن العربي ابتداء من الزمن الذي عاش فيه سعيد مهران إلى الزمن الذي يعيش فيه إبراهيم الوراق هو زمن واحد بإيقاع واحد لم يتبدل. الذي تبدل هو القشرة، وتبدلت بألوان عديدة. وهذا يعني هذا أحد أسئلة الرواية المهمة، وبل هي أسئلة الرواية الكبرى، أن نسائل إيقاع الزمن العربي لماذا لم يتبدل؟ ما الذي فعلناه؟ أين الخلل في منظومتنا الثقافية والفكرية والسياسية العربية بحيث أن الزمن منذ ذلك الحين إلى الآن لم يتغير؟ ربما يطرأ سؤال آخر، إذا لماذا استحضرت كوازيمودو في رائعة أوغو؟ لأن الزمن العربي لا ينفصل عن الزمن العالمي، وهنا أنا أذهب إلى الكولونيالية فيما أثرت به على الزمن العربي. ولماذا أيضا ذهبت إلى شخصية رواية دكتور زيفاكو، أيضا إلى
إلى تلك المنظومة القديمة التي آمن بها، وأقصد يعني المنظومة الاشتراكية التي آمن بها الكثير من العرب، وكانوا في العالم العربي يرفعون المظلات عندما تمطر السماء، رغم أنها يعني نكون هنا في الصيف، كإشارة أنا إلى ضرورة مراجعة المرحلة والذهاب إلى مرحلة جديدة. أستاذ جلال، سؤالي الأخير لك. منذ يومين أظن، على ما أظن، أو البارحة، كنت في حوار في قناة الروسية، وكنت تتحدث عن التكثيف في الرواية، وأشرت إلى أنك حذفت، مارست الجرأة في الحذف، صح؟ ما الذي حذفت تحديدا؟ أريد أن أعلن، لأنك شوقتني عندما يعني الطريقة التي تحدثت بها عن هذا الحذف، شعرت بالألم الذي تشعر به في الكلام عن ما حذف، وقلت أنك لم ترميه وأنك تفكر في استعماله في المستقبل. أريد أن أعرف ما الذي حذف. إن أحببت الجواب يعني. إن أحببت أن تجيب. شكرا. الذي حذف هو ذلك الاسترسال في الدفتر، دفتر الشموسي الذي كانت تقرأه ناردا الصحافية. هذا الدفتر تحديدا هو ما يخصني أنا جلال برجس مكانيا وثقافيا، أقصد البيئة في مدينتي وفي قريتي أنا تحديدا، التي تقع بين فضائين ثقافيين، واحد بدوي وآخر قروي، وثالث أيضا أهرب من هذين الفضائين إلى المدينة التي بالطبع يعني لها تلك الشروط التي تكون قادرة على صناعة الرواية، وهذا أيضا متعلق يعني بالحركة الدائمة عند البدوي والاستقرار في المدينة. وبالتالي بهذا يعني بهذا الدفتر تحديدا أنا وجدتني قد استرسلت. إنها المتعة التي من خلالها أن تروي ما عشته يعني بعمق، ما تروي وأنت تشعر بأسى وبفرح وبرغبة شديدة بوجد مختلف. في هذا الدفتر تحديدا أنا وجدت الشاعر كاد أن يتغلب على الروائي، أحببت ذلك الفيض اللغوي، وخاصة حينما وجدت الشموسي في موسكو يتحدث في منطقتين شعوريتين، واحدة وهو يطل من نافذة بيته في موسكو، وأيضا يطل على بيت الشعر الذي ولد فيه في تلك الليلة العاصفة واستحضر الذاكرة. هنا وجدت أن جلال الشاعر ربما يتغلب على الروائي ويخل بالنص، فقمت بحذف هذه الصفحات الكثيرة وأن أضعها في الدرج، ربما تكون باكورة أو عفوا يعني بداية لرواية جديدة أو لا أدري، لكن على الأقل لن أنهيها تماما. ونحن على شوق. أستاذ عبد اللطيف، ولد عبد الله، عين حمورابي في الرواية نقد اجتماعي واضح للإيمان بالخرافات، يعني لن أفصل كيف كثيرا، تدين أحداث الرواية العنف أيضا الذي تتعرض له المرأة. عين حمورابي تقدم صورة مخجلة لما تتعرض له المرأة من اعتداءات مستمرة من دون أن تستطيع الدفاع عن نفسها. يعني كل تقريبا نساء الرواية تعرضوا للعنف، ولن أفصل كيف. وكذلك تكشف الرواية عن القبضة الأمنية التي تحكم ولا يهمها القيمة الأثرية والتاريخية، يعني طبعا في تهريب أثار وفي القرية وإلى آخره، وهذه القبضة الأمنية مستعدة لبيع كل شيء بالمال. عندي لك سؤالا، لماذا اهتممت بهذه القضايا تحديدا في هذه القرية؟ لماذا اعتبرت أنها القضايا التي تريد أن تركز عليها؟ وأيضا رمزية عنوان الرواية، يعني في التباس في ذهني، يعني كيف اخترت هذا العنوان تحديدا وكيف تظنه يعبر عن محتوى الرواية؟ تفضل. شكرا. أولا علي أن أنبه القارئ العربي الذي لا يعرف الجزائر ربما ومنطقة شمال إفريقيا أن أحداث الرواية تقع في مكان متخيل،
سيدي الحراق وسيدي مجذوب مكانان خياليين تماما. الخريطة الموجودة في بداية الرواية في عندما تصفح الرواية في الورقة الأولى والثانية سنجد خريطة، قمت برسم خريطة مفصلة للمكان. هذا المكان يمكن إسقاطه بين أفضل أن عندما رسمت الخريطة فكرت في الجزائر والتونس صراحة، في الجزائر والمغرب، لأن الحدود بين الجزائر والمغرب عندها ربما عندما رسمت المكان لكي لا أخرج عن نعم أنت تسمعني الآن؟ نسمع. تسمعني الآن؟ نسمع الآن لا نسمع. هذا فيما يخص المكان، أما فيما يخص نسمع. تسمعني الآن؟ أما فيما يخص أما فيما يخص عين حمورابي، فعين حمورابي معرفة قوانين حمورابي، العين بالعين والسن بالسن، هذه القوانين من أقدم القوانين الإنسانية. البطل عندما رجع إلى ألمانيا وهو مقيم وهو أصله من الجزائر، عندما يرجع إلى الجزائر مع البعثة الأثرية، فإنه يعود من أجل أن يعيد الاحتضار لنفسه، من أجل أن يعيد اكتشاف نفسه، ومن أجل الانتقام. الرواية كلها تدور على الانتقام من الآخر، من الانتقام من الذين شوهوا حياتنا، الانتقام والانتقام تم عن طريق العنف. هذا العنف له دلالته في مجتمعاتنا، لأن مجتمعاتنا عنيفة، مجتمعاتنا تظلم المرأة، وضع المرأة في الجزائر أو دول شمال إفريقيا، لأنني بصفتي إفريقي أو شمال إفريقي فإنني أحبذ التكلم عن هؤلاء أكثر من غيرهم. شمال إفريقيا تقريبا عقلية مشتركة واحدة، هذه الفكرة الرئيسية، أنني أردت أن أجمع شمال إفريقيا في مكانين محددين. المرأة مضطهدة سواء عن طريق الاغتصاب أو القتل أو حتى الحجز في البيت أو بالكلام. إذا المرأة كل يوم تعاني من هذه الأمور. أيضا هناك تشويه المعالم الأثرية هي كناية أو هي رمز إلى تشويه ذاكرتنا الوطنية أو ذاكرة شمال إفريقيا، لأن ذاكرة شمال إفريقيا لم تبدأ مع الفتوحات الإسلامية. ذاكرة شمال إفريقيا قديمة جدا، غنية وثرية ومتنوعة. هذا التنوع لا نلمسه، هو موجود في جيناتنا، ولكن لا نلمسه في حياتنا اليومية، لأننا نمنع من أن نراه، نمنع من أن ندرسه. نحن لا يتم تعليمنا منذ الصغر كيف نقرأ تراثنا، كيف نعرف تاريخنا الحقيقي الذي يكون حياتنا الحالية وحتى المستقبلية. فالمرء إذا لم يعرف تاريخه سوف لن يعرف وضعه الحالي. هذه النقطة المهمة فيما يخص الآثار، فيما يخص السلطات التشويه، فيما يخص، لأن السلطات تبتغي، يزعجها من يبحث، من ينبث في الماضي، يزعجها من ينبث في الحقيقة، لأن الحقيقة دائما تبحث عن 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 أمور تزعج من يقومون باستغلال الشعوب، من يقومون باستغلال التراث، من يقومون بتشويه لصالحهم. هناك عدة أمور متشابكة داخل الرواية، ولا يمكن الحديث عنها في جلسة واحدة. شكرا أستاذ عبد اللطيف. للأسف فقدنا أستاذ الدنيا، لكن أريد أن أتحدث قليلا عن روايتها كي لا
كي يعرف القارئ عنها. يعني طبعا تصف الرواية كما قلت حول كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لنساء كتب عليهن السبي والامتهان لأنوثتهن وكرامة العيش وحق الوجود. طبعا الرواية مؤلمة جدا، تصف بالتفصيل ما يحدث في هذه مخيمات الاعتقال والاغتصاب وإلى آخره. تتحدث عن بطلة هربت من هذا المعتقل، يعني زوجت سبيت، و يعني في نوع من الأنسنة للوحش أحيانا، في نوع من وصف هذا الوحش الكبير المشترك، الألم الكبير الذي مر به أهل العراق والطائفة اليزيدية تحديدا. سؤالي لها أنه كيف استطاعت أن تجمع هذه المعلومات لبناء هذا العالم الديستوبي الحقيقي؟ يعني مشكلة الرواية أنها لو ترجمت لن يصدق الناس أن هذا واقع، سيظنون أنها تصف ديستوبيا مرعبة في المستقبل، لكن هذا حصل فعلا. فسؤالي لها كيفية بناء هذا العالم الديستوبي، كيفية تجميع هذه المعلومات، لكن أيضا أين يبدأ الخيال وأين ينتهي الواقع في هذه الرواية، والخيال المؤلم هنا، الخيال الجحيمي أحيانا. فهذا كان سؤالي لأستاذة دنيا، أتمنى أن تكون هناك فرصة أخرى لمناقشة الرواية معها. لكن الآن أنتقل إلى الأستاذ عبد المجيد. الملف 42، طبعا القصة وقعت قبل 60 سنة، وقعت حادثة غريبة في مدينة مكناس. ظن الناس أن وباء ضرب المدينة وأنهم يدنون من الموت، فقد استيقظوا ذات صباح على أعراض غريبة، شلل وحمى وفقدان توازن. يعني في البداية ظننتك يعني تتحدث عن رواية من روايات ساراماغو مثلا، خوسيه ساراماغو، أنه يحدث هذا في 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 مدينة ما. لكن عجز الأطباء طبعا عن تشخيص أسباب تلك الأعراض، تنكشف الأسباب شيئا فشيئا. نعرف أن تناول المصابون زيتا مخلوطا بمادة كيميائية مصدرها قاعدة عسكرية أمريكية، وهناك كان هناك نظريات أخرى في الرواية، عمل تتشابك فيه خيوط مثلما تتشابك خيوط تاريخ المغرب الحديث. يقفز المؤلف من بين أكثر من بلد كي تصل الشخصيات في النهاية إلى محصلة أن لا خلاص من الألم سوى بالكتابة لا بالنسيان. سؤالي الأول لك، يعني عندي طبعا عدد كبير من الأسئلة، الرواية غنية جدا. سؤالي لك، هل العودة إلى التاريخ هي دوما عودة إلى الحاضر؟ الكتابة التاريخية هي دوما كتابة عن الحاضر؟ واحد. السؤال الثاني هو سؤال الشكل الذي كنت قد أشرت إليه في بداية في الجزء الأول من الحوار. الرواية كما أنت ذكرت تاريخية، بوليسية، تشويقية، سيكولوجية، لا يمكن حصرها في خانة واحدة فقط. هل فكرت في قضية الشكل والنوع الأدبي عند الكتابة؟ يعني هل هذا الشكل كان حاضرا؟ خاصة وأنك تحيل إلى أعمال أدبية عديدة، يعني أعطي مثلا، يحمل كل فصل من الرواية عنوان رواية شهيرة، ويستهل كل فصل بمقطع روائي من عمل شهير. وسؤالي الثالث لك إن أحبب، من أثر بعبد المجيد صباطة من حيث يعني من أثر بك في اللغة وفي في الفضاء الروائي والكتابة، تقنية الكتابة؟ تفضل أستاذ عبد المجيد. شكرا جزيلا أستاذ. هو بداية يعني عندما يتعلق الأمر بسؤال التاريخ والحاضر، أنا كما قلت يعني في الإجابة عن السؤال السابق وضفت التاريخ صحيح، ولكن كما قلت يعني أنا لم أكتب رواية تاريخية، لأن الرواية التاريخية لها يعني قواعدها وأشكالها وما إلى ذلك. أنا فقط يعني وضفت التاريخ في هذه الرواية، والدليل يعني ربما من يقرأ الرواية سيجد بأن معظم أحداثها تدور سنة 2002، يعني إن صح التعبير يعني في حاضرنا المعاش، رغم أن يعني سنوات الألفية التالية تجري بسرعة فائقة، ولكن في كل الأحوال أنا وضفت التاريخ للمقارنة بينه وبين الحاضر، ومحاولة الإجابة عن السؤال الواضح والبسيط والطبيعي
ما هي الإجابة عن سؤال الكرامة المغربية والعربية والإنسانية بشكل عام بين الماضي وبين الحاضر؟ ويعني في هذا الصدد يعني وضفت يعني قضية الزيوت المسمومة التي يعرفها المغاربة، ولكن للأسف الشديد حتى المغاربة لا يعرفها إلا الجيل السابق، جيل الآباء وجيل الأجداد وما إلى ذلك، ويعني حتى يعني الأبناء جيلي من الشباب لا يعرفون عنها أي شيء. فيعني أخذت على عاتقي مهمة الكتابة عنها، رغم أن مسألة البحث والتوثيق حول هذا الموضوع كانت صعبة جدا لعدة اعتبارات تاريخية وأيضا سياسية. هنالك يعني رغبة في نسيان هذا الموضوع أو إجبار الناس على نسيان هذا الموضوع. ربما يعني بالنسبة لي يعني شخصيا ربما يعني من أكبر يعني ربما الفوز الأكبر بالنسبة لي لهذه الجائزة هو عندما اتصل بي يعني أعضاء ورؤساء لجمعية الدفاع عن حقوق الضحايا، وما زالوا يناضلون حتى يومنا هذا بعد مرور 60 سنة على وقوع الكارثة، ويعني وفاة معظمهم وبقاء بعضهم يعني مشغولين وما إلى ذلك. بعضهم اتصلوا بي ليعبروا عن سعادتهم، يعني هم يقولون فقط يعني أنه كانت هنالك التفاتة لقضيتهم الإنسانية القاسية جدا، يعني فقط يعني هذه الالتفاتة يعني كانت بالنسبة لهم مثل نقطة ضوء في نهاية النفق بعدما اعتقدوا بأن قضيتهم قد نسيت إلى الأبد. فيما يتعلق في يعني هذا هو الإجابة عن السؤال الأول. فيما يتعلق بالسؤال الثاني وقضية الشكل، هو بصراحة شديدة أنا أنطلق دائما من فكرة في غاية البساطة، كما أقول دائما يعني أنا لست يعني متخصصا أكاديميا في الأدب، وبالتالي أنا لم أقرأ النظريات الأدبية والنقد وما إلى ذلك، ولكن أنا أنطلق دائما من فكرة في غاية البساطة. الرواية هي الجنس الأدبي الأكثر قدرة على استيعاب كافة الأجناس الأدبية الأخرى، فإذا كانت الرواية قادرة على استيعاب الشعر والرسالة والقصة، فهي قادرة أيضا على استيعاب مقال صحفي ومقال الإنترنت، بما أننا نحن نعيش في القرن 21، وقادرة على استيعاب الخريطة، وقادرة على استيعاب يعني حتى يعني تمرين فيزياء ربما يعني من اطلع على الرواية وبعض المعادلات الكيميائية وما إلى ذلك. صحيح يعني التخصص العلمي كان له دور في هذا يعني في هذا الصدد. عندما أتعامل أنا دائما أتعامل مع الرواية باعتبارها بناء هندسيا، إن اختل جزء منه فقد ينهار البناء بأكمله. ربما في هذا يعني في هذا الصدد أحاول دائما أن أنوع من قراءتي. أنا لا يعني أنا دائما يعني لا أقول أن الأمر يتعلق فقط بموهبة أو قدرة على السرد أو ما إلى ذلك. بالطبع أنا أستفيد دائما يعني من مقرؤيتي، وأحاول أن أنوع مقرؤيتي. يعني طبيعة الحال يعني الكاتب والروائي مجبر أو يعني واجب أن يقرأ، يعني حتى لو إن كان سيكتب الرواية يجب عليه أن يقرأ القصة ويقرأ الشعر ويقرأ علم النفس والعلوم وأي والتاريخ وما إلى ذلك. ولكن عندما يتعلق الأمر بالرواية هو حاول دائما أن أوسع من دائرة مقرؤيتي. لا أنكر صراحة بأنني أستفيد نوعا ما، نحن في يعني في المغرب ودول شمال أفريقيا بشكل عام، يعني المغرب الجزائر تونس وما إلى ذلك، إلى حد ما نستفيد أيضا من مقرؤيتنا باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية. هناك يعني وهنا يعني لا بد من الإشارة إلى دور الأساسي الذي تلعبه الترجمة. هناك عدد كبير جدا، ربما يعني كلمة كبير ربما لم أتوقف، أردت أن أعبر، هناك عدد كبير جدا من الأعمال خصوصا يعني في الأدب الحديث وما يصطلح عليه بأدب الحداثة وما إلى ذلك، هناك عدد كبير من الأعمال التي لم تترجم بعد. هناك آداب كثيرة لم يطلع عليها القارئ العربي بعد. هناك عدد كبير من الأعمال التي تستحق يعني أن يقرأها القارئ العربي. بالنسبة لرواية الملف 42 حاولت يعني كما قلت في الإجابة عن السؤال السابق بأنها كانت صرخة ورغبة يعني في التمرد وتحدي كل شيء فيما يخص يعني الواقع المغربي المعاش الذي يعني أكتوي أنا أيضا يعني بناره. فحتى الكتابة كانت يعني محاولة للتمرد على كل الأشكال الكلاسيكية. بطبيعة الحال أنا عندما أقول ذلك أنا لا أقصد بأنني يعني أزدري الشكل الكلاسيكي وما إلى ذلك، بل بالعكس إن أردت أن تتحرر من الشكل الكلاسيكي ففي البداية لا بد لك أن تقرأ الكلاسيكي، ولا بد أن تقرأ التراث، ولا بد أن تقرأ الألف ليلة وليلة، ولا بد أن تقرأ الأعمال الكلاسيكية الغربية والعربية والمغربية وما إلى ذلك. ولكن يعني في هذا الصدد يعني أردت أن أكتب رواية ما يصطلح عليه برواية الكتابة. رواية الكتابة هي التي أيضا تدفع يعني القارئ، لا تمنح القارئ كل شيء،
بل تطلب منه يعني ان يعني كما نقول يعني باللغه الفرنسيه يعني تخافي سماتي غريز، بمعنى ان يشغل مادته الرماديه ويشغل ذهنه قليلا لكي يصل الى الحل، لكي يصل الى نهايه اللغز او الوحجيه المغربيه التي قدمتها هذه الروايه. هناك ايضا مساله اود ان اشير اليها واعتقد انها مهمه جدا. هنالك يعني في بعض الاحيان القارئ المغربي والقارئ العربي بشكل عام في بعض الاحيان هناك ما يمكن ان نعتبره ما يشبه احتقار الذات. هناك من يقول بان القارئ العربي ليس مستعدا بعد قراءه مثل هذه النوعيه من الروايات، وهذا خطا يعني وهذا خطا وخطا فادح. بالعكس يعني القراءات التي نالتها هذه الروايه والمراجعات النقديه ويعني كانت ذكيه جدا ومهمه جدا، وتثبت بان القارئ العربي لا يختلف في باي شكل من الاشكال عن القارئ العالمي. ربما يعني فقط هنا هي مساله في بعض الاحيان ان تكون شجاعا يعني لخوض مثل غمار هذا الامر. يعني في البدايه ربما كان يعني ناشر عندما قدمت له هذه الروايه كان الى حد ما متحفظا بعض الشيء، كان يخشى من تلقي القارئ العربي مثل هذه النوعيه من الاعمال، ولكن في نهايه المطاف يعني خاض معي المغامره ويعني والمطلع على الروايه سيجد بان يعني ايضا لابد من الاشاده يعني بالاخراج لاخراج دار النشر، يعني لابد من تحيه مركز الثقافي العربي والناشر الذي اعتنى جيدا بهذه الروايه ويعني وطبق يعني كل يعني المعلومات يعني ان صح التعبير يعني تدقيقاتي حول الموضوع، يعني المربع ان يكون هنا واللغه بالروسيه واللغه بالفرنسيه والكثير من الامور. يعني هذه المحاوله اثبتت بان القارئ العربي يعني قادر على التفاعل مع كل الاداب العالميه ومع كل الاشكال. يعني كما قلت يعني هذه الروايه وهذا الموضوع فرض هذا الشكل. هل سأواصل في هذا المنوال؟ لا أدري، ربما يعني لكل رواية شكلها، ولكن كما هو معلوم لا يجب أن يكون الشكل على حساب المضمون، وهذا ما حاولت أن يعني أن أوازن فيه من خلال الملف 42، لأن هناك بعض الأعمال العالمية التي ذهبت في الشكل إلى يعني إلى درجة بعيدة. ربما يعني أنا دائما يعني أصطحب بالأعمال، هنا مثلا في الأيام الأخيرة ربما يعني صدرت يعني ترجمة لرواية غابرييل إنفانتي، هو كاتب يعني كوبي ثلاث نمور حزينة، وهناك الكثير من يتحدث عن هذه الرواية ويقول بأن لم نقرأ مثل هذا الشكل مثل هذا النوع من قبل، علما أنها صدرت يعني في كوبا ربما سنة 67 وما إلى ذلك. هنا يحضر دور الترجمة، والترجمة هي القادرة على أن توصل للقارئ العربي كل أنواع وأشكال الأدب العالمية. فيما يتعلق يعني بالتأثير بصراحة شديدة، يعني أنا يعني كما أقول دائما إن ربما الإجابة عن هذا السؤال قد تتغير بين اليوم والغد، لسبب بسيط هو أن مقروئيتي دائما متنوعة، وأحاول أن أستفيد من كل يعني من كل قارئ أقرأ له، سواء كان كلاسيكيا وسواء كان من متبني تيار ما بعد الحداثة. ربما صحيح أنا أميل لهذه النوعية من الروايات الجديدة، ولكن في كل الأحوال أنا أستفيد من كل ما أقرأ، وهناك يعني قائمة يعني ربما يعني القائمة الكتاب الذين استفدت منهم والذين أعجبت بقراءتهم وهي قائمة طويلة جدا. يعني تحدث عن جورج بيريك، عن خوليو كورتاسار، عن دوستويفسكي، عن عبد الرحمن منيف، عن محمد زفزاف، عن الرائع ربيع جابر الذي يتساءل. ربما هذا يعني بين قوسين ربما هذا لغز يعني ربما يستحق رواية، يعني كان أتحفنا بروايات يعني بشكل متتالي يعني منذ سنة 96 وتوقف سنة 2011 يعني بعد رواية طيور الهوليداي إن، وهي منذ 2011 إلى 2021 لم تصدر له أي رواية. أين هو الآن؟ ربما هذا أيضا موضوع يستحق رواية، يعني أين هو ربيع جابر؟ يعني مثلا يعني روايته الأخيرة طيور الهوليداي إن ربما لم تنل حقها من الانتشار، ربما لأنها صدرت يعني بعد فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية، وهي رواية متميزة للغاية وبناؤها السردي أيضا مختلف، وأدعو يعني كل القراء يعني للاطلاع عليها. هذا هو كل ما في الأمر. شكرا أستاذ عبد المجيد. يعني حقيقة أنا حزين، يعني كنت أتمنى لو لديك ساعة أو حتى ساعتين مع كل واحد منكم، سألت 10% فقط من أسئلتي، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية ندوتنا. أبارك لكم واحدا واحدا لوصولكم إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. أبارك طبعا للأستاذ جلال برجس أيضا فوزه بهذه الجائزة المهمة. أشكر إدارة
معرض أبو ظبي للكتاب ومركز اللغة العربية والجائزة العالمية للرواية العربية. والشكر موصول أيضا للفريق التقني والمترجمين والمتطوعين ولكم أنتم حضورنا واقعيا وافتراضيا. شكرا لكم الكتاب الأعزاء، شرف لي أن أقدم هذه الندوة. شكرا.